بسم الله الرحمن الرحيم. سي اسمي وعشرة مدرستكم باسمة هاني، شابتر ستة اللي هو lists and sets. موضوعنا اليوم lists. الليست وين مرت معنا؟ مين بتذكر؟ بالستينج لما ايش عملنا؟ أروى لما إيش عملنا؟ صراحة ناس يعني ما بعرف. لما عملنا سبليت صح؟ صح لما كنت أعمل سبليت تعمل لي جيت. إياه بليست، إذا أنا ما حددت أسماء متغيرات إلا متغير واحد فيعمل لي إياه كليست. وكمان اتطرقنا لوين؟ تشابتر الفايلز صح؟ كمان اتطرقنا له بتشابتر الفايلز صحيح. هلا أنا ممكن أعرف ليست L1 بتساوي 3 فاصلة مثلا سامي 6.5 ترو. إذا متغيرات أو المحتويات داخل ألوان من أنواع مختلفة بصير؟ آه بصير. إذا ممكن تكون المحتويات من أنواع مختلفة. برنت للألوان هاي رن. طبعا الليست ولا ما طبعها؟ طبعها طبع لي محتويات هاي الليست، طبع لي محتويات هاي الليست. لو حكيت L2 بتساوي 2.8.3.9 وحكيت print L2 وهاي رن أعطاني الليست الثانية. إذا مش إجباري بالليست إنه يكون العناصر من نفس النوع، ممكن تكون من أنواع مختلفة، ممكن تكون من أنواع مختلفة. بصير أمشي على عناصر الليست. for element in L1 print ل element. لكل عنصر موجود ب L1 اطبع الإيلمنت هاي رن. طبع للإيلمنتس ولا لا؟ طبع للإيلمنتس الموجودة داخل L1. إذا ممكن أمشي بالعناصر. for I in range لين ال برنت ال سوري هي ال1 اوف ال اي فور اي ان رينج لين ال1 برنت ال1 اوف اي هاي رن. طبعا لي المحتويات ولا لا؟ طبعا لي اياها. هون مشيت فور ايلمنت ان L1، مشيت عليهم عنصر عنصر سميتها اي، خزنت الثلاث داخل اي وطبعتها، بعدين خزلت سامي داخل اي وطبعتها، بعدين 6.5 داخل اي وطبعتها، بعدين ترو وطبعتها. كم اللين؟ كم عدد العناصر؟ خمسة. لو حكيت له فور اي ان رينج لين L1 يعني من صفر لحد ايش؟ الأربعة، فمعناته راح ياخذ من صفر لحد الثلاث. برنت L1 اوف اي، L1 اوف صفر شو راح يعطيني؟ ثلاث، بعدين L1 اوف واحد سامي، بعدين L1 اوف اثنين 6.5، بعدين L1 اوف ثلاث راح يعطيني ترو. إذا هيك أنا مشيت على عنصر عنصر، خزنت العنصر داخل متغير وطبعته، وهيك مشيت أنا بالإندكس. لو حاولت أطبع اللين برنت سوري برنت لين لا الألوان، مسموح لي أستخدم اللين؟ مسموح. هاي اللين كم أعطاني إياها؟ أربعة صح؟ اللين أعطاني إياها أربعة. أعطاني إنه اللين بيساوي أربعة. إذا عدد العناصر عندنا بالليست الأولى اللي هي ألوان يساوي أربعة. مشيت for I in range لين الألوان يعني من صفر لحد ثلاث. برنت L1 اوف اي، طبعا للعناصر من صفر اللي الاندكس لإلها من صفر لحد ثلاث. طيب هاي ال بتساوي هاي القيم ال او برنت ال ستار 2
راح يطبعها نفسها بس مضيقة باثنين. إذن مرتين راح يكرر لي إياها مرتين، 2 8 3 9 2 8 3 9. إذا كرر الليست مرتين، استخدمنا هذا الأسلوب وين؟ بالسترينج. بنطبق هون عندي بنطبق عنا على الليست، بنطبق عنا على الليست برنت، أو خلي عندي L2 برضو بعد ما شلناها، يلا مش مشكلة. هاي عندي L2 بتساوي علي فاصلة مثلا true، وحكينا L3 بتساوي L concatenate L2 print L3، وهاي run. شو عطاني؟ عمل concatenation بين two lists L مع L2. برضو هذا الأسلوب وين استخدمناه؟ استخدمناه بالسترينج. إذا في أشياء مشتركة ممكن أنا أستخدمها للليست وأستخدمها للسترينج، زي اللين، زي عندي الكونكاتينيشن، زي الستار. إذا بتنطبق على الليست وبتنطبق على السترينج. A-list بتساوي 1 2 A 3 و14% print A-list list of string equal list لكلمة hello print list of string. S بيساوي هاي L4 بتساوي list لمين؟ لا الأس print L4، وهاي رن. شو طبع لنا؟ حول لي السترينج لا ليست وطبع لي اياه على شكل ليست. ليست فيها الحرف اتش وفيها الحرف اي. اذا طبع لي اتش وطبع لي اي، طبع لنا الاتش وطبع لنا اي. هاي اوكي، قسم لي اياها للاحرف تبعونها. برنت هاي الاقواس الفاضي معناها امتي ليست. برنت هاي اللي هي الامتي ليست، هاي اعطاني امتي ليست. دكتوره تفضل. اللي بيسال عن الكويز الاسبوع الجاي السبت، في كويز بمحاضره اليوم اللي هي الليست، كويز بمحاضره الليست. نعم، في عندي ظرف بدي اروح اطلع عادي صح؟ تفضل تفضل. إذا استخدمنا الكونكاتينيشن، استخدمنا الستار، في عنا الاندكسينج والسلايسينج زي ما أخذناه قبل هيك، وفي عنا إن، وفي عنا عندي ظرف وبدي أروح أطلع عادي صح؟ تفضل اطلع اطلع اطلع. ماشي الحال. لو حكيت برنت L of zero هاي اندكسينج، شو راح يطبع لي؟ الواحد. لا عفوا الاثنين. الاثنين صح؟ إذا راح يطبع لي العنصر اثنين. برنت L of minus one راح يطبع التسعة. تسعة راح يطبع التسعة صحيح. برنت L من صفر لثلاث راح يطبع الاثنين وثمانية وثلاث. صحيح يا رؤى ويا ندى، راح يطبع كم عنصر؟ ثلاث عناصر من صفر لاثنين، اثنين وثمانية وثلاث. إذا راح يطبع اثنين وثمانية وثلاث على شكل ليست. برنت هل ثمانية إن ال تو ثمانية إن ال شو راح تعطيني؟ ترو. إذا ثمانية موجودة داخل ال فأعطاني ترو، إذا أعطانا ترو. ممكن أعمل مقارنة، بقارن الواحد مع الواحد متساويين، بقارن الاثنين مع الاثنين متساويين مش أقل منها، بقارن الثلاث مع الأربعة، هل الثلاث أقل من أربعة؟ ترو، فمعناته شو راح يعطيني الجواب؟ ترو، راح يعطينا الجواب ترو. Difference between list and strings، أول إشي الشكل عندنا بيختلف الليست عن السترينج، ثاني إشي list can contain a mixture of any Python objects. Strings can only hold characters. Strings شو فيها؟ فقط characters.
أما الليست ممكن تحتوي على أي أنواع بدنا إياها. lists are immutable. شو يعني immutable؟ قابل للتعديل. أيوة هاي أهم نقطة، إنها قابلة للتعديل، بينما الstring غير قابل للتعديل. الstring إذا بدي أغير على حرف ما بصير أنا أستخدم اليساوي، كنا نستخدم replace. أما الليست عادي بقدر أتعامل معها بأريحية. لو حكيت L of 0 بتساوي 100، رح يشيل 2 وحط بدلها 100. صح. ممكن تكون من نفس النوع أو أي نوع حكينا. برنت ال L هاي رن، شو أعطاني؟ 100 8 3 9. إذن هاي الجملة صحيحة بالليست، لكن لا تنطبق على السترينج. إذا السترينج ممنوع استخدم على اليسار، assignment statement يعني السترينج يساوي index ويساوي، هاي بيعطيني عليها error، بينما هون صحيحة بالنسبة للليست. بإمكاني استخدم assignment statement للتعديل. lists are immutable. Their values can be changed while strings are immutable. هون بشرح لنا عن الاندكسينج وعن السلايسينج. لو حكينا برنت ال، طلع معي على المثال اللي هو حاطط لي اياه. برنت هاي ليست 11 22 33، هاي عباره عن ليست. بعدين في بين اقواس واحد، هاي شو معناها؟ يعطيني العنصر واحد، الاندكس واحد، العنصر اللي الاندكس لإله واحد من هاي الليست. فهاي عندي الاندكس صفر، هاي الاندكس واحد، هاي الاندكس اثنين. إذا شو راح يرجع لي؟ القيمة 22. إذا بدي أميز هاي ليست، بينما الاندكس لازم يكون مسبوق بإشي. هاي الليست أوف 1، فشو أعطاني؟ 22. أعطاني 22. واضح؟ يعني كأني بحكي أعطيني الليست أوف 1. وين الليست أوف 1؟ 0 1. شو راح يعطيني؟ اللي هي 8. العنصر 0 فيه 100، العنصر 1 فيه 8. بصير احكي برنت عندي ليست هاي فيها 2 3 4 5، وبعدين احكي اوف 1، شو راح يعطيني؟ 3. الثلاث العنصر للاندكس لإله 1 اللي هو 3. العنصر للاندكس لإله 1 اللي هو 3. إذا أعطاني العنصر اللي الاندكس لإله 1. بصير يكون عندي list of list. بصير يكون عندي list of list. طلع my list A 1 2 3 Z. ماشي. my list of 1 شو راح تعطيني؟ list 1 2 3. 1 2 3 صحيح، ممتاز. my list of 1 2 of 0 شو راح تعطيني؟ my list of 1 اللي هي هاي الليست 1. واحد of صفر راح يعطيني الواحد. صحيح. إذا ممكن يكون عندي list of list. هاي عندي ال بتساوي هاي list 1.2، وهاي عندي العنصر الثاني list 3 4 5. برنت ال of 1، شو الجواب؟ 1 2 3 4 5. ممتاز. طيب برنت ال1 اوف 1 اوف 1 4. الأربعة. ممتاز. اذا اعطاني مش ال1 ال ال لا اله الا الله محمد رسول الله ال اوف 1 1. شو راح يعطيني؟ العنصر اللي قيمته 4. إذا ممكن يكون عندي list of list، ممكن يكون عندنا list of list. طيب نيجي على التعامل مع list، الoperators والmethods الموجودة اللي بقدر أستخدمها عشان أعدل على list. لو بدي أضيف عنصر على list، l dot append 100، شو راح تعمل append؟ شو راح تعمل أبن؟ راح أضيف عنصر. وين؟ آخر إشي. آخر شيء. طبعاً ما طبع ليش لأني أنا نسيت أطبع. برنت الأل. هاي رن. شو أعطاني؟ أضف لي 100 بنهاية الليست. إذن الأبن شو بتعمل؟ بتضيف عنصر بنهاية الليست. ما في داعي أخزن
على طول الأبند بتعدل على الليست، حكينا الليست ميوتابل قابل للتعديل، فالال دوت أبند راح تضيف لي عنصر بنهاية الليست. ال دوت اكستند، الاكستند بتضيف كوليكشن. شو يعني كوليكشن؟ يعني مثلا اضيف ليست، هاي اضفت العنصر 20 30 كليست، ماشي. برنت ال، هاي رن، اضفت مجموعه من العناصر. شو اضف لي؟ 20 30 وين؟ بنهايه الليست. اذا الاكستند بستخدمها عشان اضافه كوليكشن، مجموعه من العناصر. اذا بستخدمها لاضافه ايش؟ كوليكشن، مجموعه من العناصر. بصير احكي ال دوت ابند واحط بين اقواس ليست 6.6. لا هاي رن، شو اعطاني؟ برنت لا ال، هاي اعطانا ايش؟ اضاف لي اياها كعنصر. الابند بتضيف عنصر، فهون شو العنصر؟ العنصر عبارة عن ليست، فأضاف لي الليست 6.6، هاي كلها عنصر صح؟ بينما لما استخدمت extend بضيف لي collection، يعني بضيف لي محتويات هاي الليست. شو أضاف لي؟ 20 و30. إذن الأبند بضيف لي إيش؟ element. فلما حطيت أنا بالأبند list اعتبرها كلها element واحد، يعني كم اللين لهاي الليست؟ كم عدد عناصرها؟ 1 2 3 4 5 6 7، وهدول مع بعض عنصر، إذا 8. نتأكد برنت لين لا ال ال، هاي رن، شو أعطاني؟ 8 عناصر. إذا 6.6 هاي ليست اعتبرها عنصر واحد. بصير أستخدم الإكستند ال دوت إكستند وأضيف عنصر واحد، هاي 200، وهاي برنت لا ال ال، وهاي رن. قبل؟ قبل؟ لا ما قبل. مجموعة من العناصر، ما بصير هيك، بصير هيك ليست كوليكشن فيها عنصر واحد، هاي رن صح؟ هاي كوليكشن لأنها ليست. شو الكوليكشن؟ ليست سترينج سيت اللي رح ناخذها المرة الجاي. إذا هاي عبارة عن كوليكشن، مجموعة من العناصر، بصير أستخدم لها إكستند، ماشي؟ أما ما بصير أعمل إكستند لإنتجر، الإنتجر مش كوليكشن، هذا عنصر واحد. بالنسبة للأبند بتضيف عنصر، طب أنا حاطط ليست، بضيف لي إياه كعنصر واحد. طيب جيت حكيت ال دوت أبند عمر برنت ال، وهاي رن، شو الأبند بتعمل؟ بتضيف عنصر، إذا عمر كله عبارة عن عنصر واحد صح؟ نوعه إيش؟ نوعه إيش؟ string. أما لما بحكي ال دوت extend عمر، شو بتتوقعوا؟ رح يحط كل حرف لحال؟ أيوة ممتاز. إذا رح يعتبرها collection، مجموعة من الكاركتر صح؟ فحط لي كل حرف لحال، حط لي كل حرف لحال أضف لي إياه. فهمتوا الفرق بين الأبند والإكستند؟ طيب؟ فهمنا. طيب هلأ ال دوت بوب، شو بتعمل بوب؟ تحذف العنصر. أي عنصر؟ اللي بيكون بين الأقواس حسب الإندكس إحنا بنختاره. الأخير. مش حاطين إشي، إذا بحذف الأخير، ممتاز. برنت لا ال ال، هاي عندي، اطبع لي اياها، وين اخر شيء عمر كانت؟ راحت الار صح؟ اذا راح حرف الار اللي هو اخر حرف، شال لي اياه. ممكن انا احكي اكس بتساوي ال دوت بوب، بهمني العنصر اللي حذفته وحكيت له برنت لا الاكس، شو العنصر راح يحذف لي اياه هسا؟ شو اخر حرف؟ ار، بطبع ار. لا راحت الار. هلا شو اخر حرف عندي؟ ايه صح؟ اطبع لي اياها. اذا شالها من الليست، اكس بتساوي ال دوت بوب برنت اكس، هاي الاكس الايه. طيب اطبع لي ال هسه بعد ما حذفناها،
برنت ال ايرن شو عطاني؟ او والاي او ام اخرها راحت الاي صح؟ لانه عملنا لها بوب. هلا في بالبوب اني احدد الاندكس ولو انها مش مذكوره، اكس بتساوي ال دوت بوب مثلا العنصر رقم 2. الاندكس 2 برنت للال، اي عنصر راح يهدف لي اياه؟ وين العنصر رقم 2؟ هاي 0 1 2، اذا شو راح يهدف لي؟ هاي 0 1 2، اذا شو راح يهدف؟ 3. ايران اعطاني 2 8 بعدين 9، اذا راحت الثلاث عندي. طيب اذا راحت الثلاث عندنا. طيب إذا البوب بتحذف آخر عنصر إلا إذا حددت الإندكس. طب في عندي كمان ال dot remove، احذف لي العنصر اللي قيمته 8. في عنا 8 في عنا 8 احذف العنصر اللي قيمته 8. إذا هاي مش إندكس، هاي بتكون value، value 8. print ال ال في عندي 8؟ في عندي 8، حذف لي اياها ولا لا؟ حذف لنا اياها، حذف لنا اياها. خلي عندي اكثر من 8، خليني اشيل كل هذا عشان تكون اوضح. هاي الليست 2 8 3 8 9، حكيت له ريموف ال 8، شو حذف؟ اول ظهور لل 8. ايوه اذا 8 الثانيه ضلت، اذا حذف اول ظهور لهاي ال 8. طيب لو حكيت له ال دوت ريموف ورقم مش موجود، زي مثلا رقم 5 مش موجود عندي 5، برنت ل ال ال هاي رن شو اعطاني؟ ايرور ليست دوت ريموف اكس اكس نوت ان ليست، انت بتحذف بشيء مش موجود اصلا. ماشي الحال؟ إذا ما بصير أحذف عنصر مش موجود، الريموف تعطيني ايرور إذا حاولت أحذف عنصر مش موجود عندي. طيب ال دوت سورت شو بتعمل السورت؟ بترتب تصاعدي برنت لا ال ال كيف رتبت لنا تصاعدي أو تنازلي؟ نشوف هاي رن تصاعدي تصاعدي هاي لحظة عندنا ايرور خلينا نشيلها. وهاي عنا عطتني 2 3 8 9 هي اوريدي مرتبه، خلينا نحط هون عناصر ثانيه مثلا هون 10.100 فاصله، وهاي عندي رن. هاي الليست كانت 2 10 100 3 8 9، رتب لي اياها ايش؟ تصاعدي 2 3 8 9 10 100. ماشي اذا ترتيب تصاعدي ascending order ascending order. طيب اجينا حكينا ال دوت ريفيرس، شو بتعمل الريفيرس؟ بتعكس. ماشي بعد ما رتبت تصاعدي حكيت له اعكس، معناته شو راح يصير؟ ترتيب ايش؟ تنازلي، راح يصير عندي ترتيب تنازلي لان حكيت له رتب وبعدين اعكس، فمعناته صار ترتيب تنازلي. لو انا ما عنديش سورت، فالليست اصلا شو كانت عندي؟ هاي الليست رجعها زي ما كانت 2 8 10 100 3 8 9 وعملت ريفيرس، شو راح يعمل؟ له دخل هذا بالسورت؟ لا ملوش دخل بالسورت، ريفيرس اعكس لي اياها شو صارت؟ 9 8 3 ايوه 110 8 2، اذا عكس لي العناصر، عكس لي العناصر لهاي الليست، اذا ما له دخل بالسورت. ماشي لاحظوا ان لما عملت ريفيرس، لما عملت سورت، لما عملت ديليت لسه ديليت ما استخدمناه، لما عملت بوب ما خزنت داخل شيء لانه اوريدي بتم التعديل مباشره على هاي الليست، بتم التعديل مباشره على الليست. في عندي المينيمم للليست، الماكسيمم للليست، والسم للليست، بشرط انه طبعا هدول فانكشنز، ما حكيت ال دوت كذا، لا هاي مينيمم وبين اقواس ليست، اذا هاي صارت فانكشن. طيب هاي الفانكشن اذا بدي اوجد المينيمم والماكسيمم
لازم كلهم يكونوا من نفس النوع، يعني ما بصير واحد انتجر واحد سترينج وواحد بول، يعني بدي أوجد المينيمم والماكسيمم ما بيزبط. وإذا بدي أوجد السميشن لازم كل العناصر شو يكونوا؟ نيوميريك، أرقام، لازم كلهم إيش يكونوا؟ أرقام. إذا بدي أنتبه لهاي الشغلة، برينت ماكس ل ال ال، إيش الماكسيمم؟ المية. المية صح، هاي رن. برينت مينيمم ل ال ال، اثنين القيمة اللي هي اثنين، ممتاز. وبرنت سم لا ال ال، تجمعهم مجموع العناصر، راح تعطيني مجموع هدول العناصر، طلعوا لنا 140. لو انا ما عندي ماكسيمم ومينيمم جاهزه بقدر انا ابرمجها؟ طبعا انا عندي بالبايثون جاهزه. طب لو ما عندي بقدر ابرمج الماكسيمم او المينيمم او السم؟ خلينا ناخذ الماكسيمم مثلا. كيف ابرمج الماكسيمم؟ عرفت متغير، طردت القيمة الأولى هي الماكسيمم. طيب بعدين بمشي بدوران for element in إيش؟ in ال L، لكل عنصر L. هل هذا العنصر أكبر من الأم؟ إذا أكبر من الأم معناته غير للأم، أنا بدي أوجد الماكسيمم. طيب بدي أنا أبرمجها، افرض إنه الماكس مش موجودة عندي وأنا بدي أبرمجها. إذن for element in L، إذا كان الإيلمنت أكبر من الأم معناته غلط، الأل أوف زيرو هاي مش هي الماكسيمم، غير لي الأم، أم بتساوي إيش؟ الإيلمنت. إذن فور إيلمنت إن أل، لكل عنصر موجود بأل، هل الإيلمنت أكبر من أم؟ إذا الإيلمنت أكبر من أم معناته غير لي الأم، أم بتساوي الإيلمنت. وبس أخلص بدي أطبع الأم، هاي رن. إذا شغلي صح بدي يعطيني 100، هاي أعطاني 100 صح ولا لا؟ إذا for element in L، إذا كان الإيلمنت أكبر من الأم، أم بتساوي الإيلمنت، وآخر إشي طبعت الأم. بدي أوجد الماكسيمم، بفترض قيمة فيهم هي الكبرى، افترضت مثلا الأولى، بعدين سألت هل العنصر، بدي أمشي بدوران على العناصر، هل العنصر اللي معاي أكبر من الأل، أول إشي راح يأخذ أول عنصر، وبعدين ثاني عنصر، وبعدين ثالث عنصر، راح يشوف، هل العنصر اللي هو 2 أكبر من 2؟ لا، بعدين ثاني عنصر، هل 8 أكبر من 2؟ True، فغير الأم، صارت إيش؟ 8. بعدين العشرة، هل هي أكبر من الأم؟ ترو، غير الأم صارت عشرة. بعدين المية، هل هي أكبر من الأم؟ اللي هي عشرة، ترو، غير الماكسيمم ل 100. بعدين الثلاثة، هل هي أكبر من الأم؟ اللي فيها 100؟ لا. الثمانية الأكبر من الأم؟ لا. التسعة الأكبر من الأم؟ لا. فمعناته اطبع للأم، طبع للقيمة 100. واضحة؟ لو بدي المينيمم شو أغير؟ أقل، الإيلمنت بيكون أقل من الأم. أقل، صح. إذا الإيلمنت أقل من الأم، هاي رن. شو أعطاني؟ أصغر قيمة ولا لا؟ أعطانا أصغر قيمة. طب لو بدي أوجد المجموع، sum equal zero for element in L، sum بيساوي السم زائد إيش؟ الإيلمنت. وآخر إشي برنت لمين؟ لا السم، هاي رن. أعطاني المجموعة نفس ما شفناه من شوي، أعطانا إياه 140. إذا شغلنا صح. لو بدي أجمع فقط الأرقام الزوجية شو أحط شرط؟ لويل أو مثلا إيفن هيك. كيف بوجد الإيفن؟ إف الإيلمنت موديولاس 2 بيساوي إيش؟ والقسمة 2 بيساوي 0. بيساوي 0، فمعناته اجمع لي. إذا أنا بدي أجمع بس الإيفن، فبحكي إذا الإيلمنت موديولاس 2 بيساوي 0، سم بيساوي السم زائد الإيلمنت، برنت السم. وين الأرقام الزوجية؟ الاثنين والثمانية والعشرة والمية، الثلاث لا، الثمانية التسعة لا. إذا أنا المجموع طلع 128. نعم. ماشي الحال يا جماعة؟ إذا أوجدت مجموع الأرقام الزوجية، أوجدت مجموع الأرقام الزوجية.
my list equal 1 3 4 8 4 element in my list print the element طبع لي عناصر المصفوفة هاي. هون بحكي لك عن السترينج بنستخدم replace لكن بالليست مباشرة أنا بقدر أغير على العنصر وجربناها. حكينا عن الميثود، حكينا أنا ما بترجع قيمة فما في داعي أنا أسند لشيء، بأسندت بطلع لي نان، إحنا ما بدنا نسند على طول، بحكي my list sort هيك وبس ماشي، بعمل الترتيب المطلوب بعدل عليها مباشرة. my list equal range من 1 to 5 شو راح تكون قيمة الماي ليست؟ 1 2 3 4 ال equal range من 1 to 10 print ال من 1 to 9 هاي كان فيها إشكالية range من 1 to 5 my list is 1 2 3 4 لا بدي أحط list of range list نتأكد بس list of range من 1 to 10 هاي run أعطاني إياها كليست ماشي range من 1 to 10 ضلت range من 1 to 10 لكن عمل لي إياها list أحول لي إياها ل list هون list للرينج من 1 to 5 رح يعطيني 1 2 3 4 list للرينج من 1 to 10 رح يعطيني إيش من 1 to 9 طبعا قبل بواحد رح يعطيني من 1 to 9 هاي بالنسبة للرينج. split مش جديدة علينا split list equal this is a test dot split رح يقسم بناء على إيش على الفراغ رح تكون this لحال و is لحال و a لحال و test لحال ماشي إذا هذا string dot split قسم الstring عمل له split فمعناته راح يحول راح يكون الناتج إيش عبارة عن list راح يكون الناتج عبارة عن list s بيساوي welcome to python وحكينا l بتساوي s dot split وprint ل ال ال هاي رن اعطاني welcome to python اذا welcome لحال وto لحال وبايثون لحال لو حددت بدي اقسم بناء على ال t بحذف ال t وبقسم بناء على ال t يعني welcome ممتاز صح الباي و h o n اخر شيء ممتاز إذا هون ويلكم مع الفراغ وصلت التي بشيل التي أو فراغ بي واي وبشيل التي هاي أو فراغ بي واي وبعدين شال التي اتش او ان هاي عندي اتش او ان إذا قسمنا بناء على حرف التي هل ممكن أقسم بناء على حرف؟ آه بصير أقسم بناء على حرف غير الفراغ بصير أقسم بناء على أي شيء غير الفراغ sort كان عنه reverse word in a string باستخدام الجوين method of string places the calling string between every element of a list نشوف هون شو بنعمل my string equal this is a test string element equal my string dot split شو راح يعمل يقسمها لا الكلمات بناء على الفراغ this لحال و is لحال و a لحال و this لحال شو بدنا الاوتبوت من هذا البرنامج بدي يحط لي this معكوسة is معكوسة a معكوسة هي فعليا فيش غيرها و test معكوسة اذا كل كلمة بدي يعكس لي اياها بدي يعكس لي كل كلمة موجودة بهذا السترينج اذا my string equal this is a test string elements equal my string dot split قسم بناء على الفراغ شو صارت عندي هلا this is a test كل كلمة لحال reversed elements equal list عرف list فاضية سمالي اياها ايش reversed elements for element in string elements لكل عنصر موجود بالstring elements اللي هي this is هيها a test بدي امشي بدوران على العناصر الموجودة عندي هون reverse elements dot append element minus 1
إذا ضف لي على هاي الليست اللي هي reversed elements ضف لي العناصر بس إيش كل عنصر معكوس. يعني أضف لي على هاي الليست الفاضي بالأول this معكوسة، بعدين is معكوسة، بعدين a معكوسة، بعدين test معكوسة. شو صارت؟ this is a test. هاي عبارة عن list. هلأ شو بده يعمل؟ بده يحول لي إياها من list ل string. A new string equal فراغ dot join reversed elements. شو هاي reversed elements؟ عبارة عن list صح؟ لما بحط فراغ dot join reversed elements بحول من list ل string. بحط اللي بينهم إيش؟ فراغ. إذا الجوين لإيش بستخدمها؟ بيكون عندي list وبحولها ل string. فشو الأوتبوت طلع معي؟ This is a test كسترينج واحد. إذا رجعت دمجت العناصر هدول بعد ما عكستهم دمجتهم بسترينج واحد. نجرب الجوين هيك لحالها عشان تفهمها. لو كان عندك list، هاي عندي list L بتساوي، وهاي مثلا علي سامي، وهاي أنس. طيب وجيت حكيت S بيساوي فراغ dot join ل ال، وجيت حكيت print S وهاي رن. شو عملت أنا هيك؟ بس حط معهم فراغ بعكس. إذا حولت من list ل string وحطيت بينهم فراغ. حطيت بينهم فراغ. إذا الجوين بتدمج عناصر الليست عكس split، كأنها بتدمج عناصر الليست بتحط اللي بينهم هذا الإشي اللي أنا حاطه قبلها وبتحول لي إياه لإيش؟ ل string. الليست ضلت زي ما هي لكن أنا خزنت الجواب وين؟ داخل S. لو ما بدي أي إشي بينهم شلت الفراغ. لو بدي مثلا بينهم يكون عندي داش، هاي رن. شو حط لي؟ علي سامي أنس، بينهم هاي الداش. إذا حول لي من list ل string. حولنا من list ل string. الأس هاي عبارة عن string، هاد عبارة عن string. فهون إيش عمل؟ أخذ معكوس كل كلمة أضاف لي إياها على الليست الفاضية، هاي الليست الفاضية. أخذ معكوس كل كلمة وأضافها على الليست الفاضية. بعد هيك هاي صارت عبارة عن ليست فيها هاي العناصر، ادمج لي إياهم بسترينج. فشو عمل؟ A new string equal فراغ dot join reversed elements. إذا اندمج لي هاي الليست مع بعض بسترينج وحط اللي بينهم بين كلماتها فراغ. واضحة؟ سورت شفناها. دل A من 0 to 3 شو بتعمل؟ احذف العناصر من 0 to 1 and 2. احذف العناصر 0, 1, and 2. هاي ليست وعملت دل من 0 to 2. شو راح يحذف؟ دل ال من 0 to 2. برنت لا ال راح يحذف علي وسامي. شو ضل عندي بالليست؟ ضل عندي أنس. ممتاز. إذا حذف العناصر 0 و1، هاي رينج ما باخذ الاثنين. إذا 0 و1 فمعناه ضل عندي العنصر اللي هو أنس. في عنا هون مثال A بتساوي 2 × 1 = 5 × 7 = 2. For I in A print ال I، شو راح يطبع؟ كل العناصر. كل العناصر 2 × 1 = 5 × 7 = 2. ممتاز. For I in range من 0 to ال A print A of I، شو راح يطبع؟ هو من 0 بيكون لخمسة. كلهم كل العناصر. For I in range من 0 to ال A، إذا الـ A of I أقل من 0، A of I star equal minus 2، شو بيعمل؟ شو هنعمل؟ بقفز يعني مثلاً ولا كيف؟
اسأل عن العنصر، إذا كان سالب شو بيعمل فيه؟ بيضربه، بضربه في سالب فضاعفه وخلاه موجب، صح؟ إذن إذا كان سالب ضرب لي إياه بسالب اثنين، اطبع لي إياه، طبع لي إياه. هاي عنا ليست بتساوي 3 4 2 4 I in range. لو حكيت in range 1 print ال I شو راح يطبع؟ 3 4 شو طبع؟ من 0 ل 1 لما قبل ال 1، إذا من 0 فقط طبع ال 3. لو كانت ل 2 0 و 1 صح؟ مش ضروري أنا أمر على كل العناصر، أنا اللي بقرر صح؟ أنا اللي بقرر. لما حطيت للن أمر على كل العناصر لأنه بأخذ اللن ناقص واحد، لكن أنا ممكن ما أمر على كل العناصر زي ما بدي. لو حكيت لك للن الأل وسألنا إذا كان أل أوف أي أقل من صفر، شو معناها؟ سالب. فمعناته أل أوف أي L of I بتساوي L of I ضرب minus 1. ماشي؟ وبس خلصت print ل ال. خلينا أحط عنصر سالب. كانت الليست 3 و 4 وسالب 2، شو راح تصير؟ إذا كان L of I أقل من 0، هل العنصر سالب؟ 3 و4 سالب، الثاني مش سالب، الثالث سالب، شو عمل فيه؟ ضربه بسالب 1، إذا سالب 2 شو صارت؟ 2 صارت 2. اطبع الليست، طبع لي 3 4 2. إذا تعدل على الليست ولا لا؟ عدلنا على الليست ولا لا؟ عدلنا. طيب طلع هون 4 four element in L. إذا كان ال element أقل من صفر، element بيساوي ال element ضرب سالب 1. طيب وبعدين print ال L. مين يحكي لي شو ال output؟ هل هذا نفس الكود السابق؟ بيشبهوا كثير صح؟ بس هون أنا ماشي بالإندكس وهون ماشي بإلمنت. طيب هل راح يكون نفس الأوتبوت؟ شوفوا معي أيرن، هل تحولت السالب 2 ل 2؟ لا. ليش؟ لا. ليش؟ لأني بحكي لما بحكي فور إلمنت إن أل، أنا جبت متغير اسمه إلمنت وخزنت فيه العنصر. أول إشي خزنت 3، هل هو سالب؟ لا. بعدين خزنت 4، هل هو سالب؟ لا. بعدين خزنت سالب 2، هل هو سالب؟ نعم سالب. بما إنه سالب شو عملت؟ غير لي إياه خليه 2. مين هو اللي غيرته؟ العنصر اللي بالليست ولا الإلمنت؟ الإي ولا العنصر الموجود جوا الليست؟ الإي هي اللي تغيرت. آه الإي هي اللي تغيرت مش العنصر الموجود جوا الليست. بينما هون أنا كنت أمشي بالإندكس أحكي I بتساوي صفر، العنصر أوف صفر يعني L أوف صفر، مش أنا هيك بغير على الليست نفسها؟ L أوف صفر يعني بغير على العنصر نفسه. L أوف صفر موجب ما غيرت، L أوف واحد موجب ما غيرت، L أوف اثنين سالب، فإجيت غيرت عليه نفسه حطيته اثنين. يعني بالحالة الأولى أنا بغير على العنصر نفسه الموجود داخل الليست، بالحالة الثانية أنا جبت متغير خزنت فيه القيمة الموجودة داخل الليست فكرت عليها. وضحت الفكرة؟ وضحت ولا لا؟ يعني هاي الفكرة المفروض توصلكم. ماشي، إذا هون أنا بمشي بالعناصر، لكن لما عدلت أنا عدلت على الإي ما عدلت على الليست نفسها، فضلت السالب 2 عندي
سالب 2. آخر شيء بس هون x بتساوي input، اقرأ قيمة a بتساوي a concatenate x. هلأ الconcatenation ما بصير يكون بين سوري بين list مع متغير، لازم تكون بين list و list، ماشي؟ ما بصير هذا متغير يكون integer أو يكون string، لازم تكون بين list مع list. فعشان هيك هاي الأقواس هون ضرورية، هاي الأقواس ضرورية. For i in a، لكل عنصر موجود ب a، print ال i، اطبع لي العناصر. برنت a من 2 للنهاية، شو راح يعمل؟ راح يطبع العناصر من الاندكس 2، ماشي؟ 0 1 2 من الاندكس 5، من الاندكس 2 سوري، يعني من العنصر 5 للنهاية. راح يكون من ضمنهم العنصر اللي أنا أضفته لما عملت concatenation، لأني أنا حكيت a بتساوي a concatenate ال x، غيرت فعليا على ال a. دل A من 0 ل 3 شو بتعمل؟ تحذف ال تحذف ايش؟ العناصر من الصفر ل 2 صح؟ 0 و 1 و 2 راح تحذف العناصر 0 و 1 و 2. A dot insert شو بتعمل؟ ما جربناهاش هاي الانسيرت، بتضيف عنصر في مكان معين. هاي عندي ليست وحكيت ال دوت انسيرت، ضيف لي بالموقع واحد القيمة 100، برنت لا ال ال، وهاي رن. شو أضاف لي بالموقع واحد القيمة 100، إذا الاندكس واحد، شو أضفت فيه القيمة 100، إذا أول واحد هو الاندكس وثاني واحد هو الفاليو. هل حذف لي الأربعة؟ لا، ازاحة. إذا أضف لي بالموقع واحد القيمة 100، عمل إزاحة للأربعة، ما حذف لي اياها. اذا الانسيرت بتضيف عندي هون ايش؟ اندكس وبعدين فاليو، بالاول الاندكس وبعدين الفاليو. اذا الانسيرت بتضيف عنصر في مكان معين. جينا حكينا a dot insert 2.7 بالموقع 2 ضيف السبعة، بيعمل ازاحه وبيضيف القيمه 7. a dot insert 3 باي بصير يضيف عنصر من نوع ثاني، اه بصير. a dot append 10 شو راح يعمل؟ راح يضيف العشرة بنهاية الليست. واضح؟ يوم الأربعاء بحط لكم تسجيل للليست، يوم الاثنين بنناقش الليست، سوري بحط لكم تسجيل للست، ويوم الاثنين بنناقش الست إن شاء الله. الأربعاء بتكون عطلة رسمية غالباً، فمعناته الأحد اللي بعده، الاثنين اللي بعده سوري، بيكون محاضرات اللي هي النمباي. طيب هذا الشابتر بس موضوعين اللي هم الليست والست، وبضل معانا موضوع واحد اللي هو نمباي من الشابتر اللي بعده بإذنه تعالى. لا تنسوا يوم السبت إن شاء الله رح يكون كويز، خليه بنفس موعد الكويز تبع المرة الماضية الساعة 8:15. موضوع الكويز رح يكون فقط ليست، فقط ليست، الست مو داخلي. يعطيكم العافية جميعاً. دكتورة. دكتورة. تفضلوا. دكتورة بس بدي أسألك كم كويز رح تعملي كمان؟ هذا آخر كويز، رح ناخذ أعلى 3 من 4. طيب اعملي لنا كمان واحد.